الثالث والرابع هتبقى مع حضراتكم على شاشة ام بي سي مصر 2 بتعليق صوتي ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، في تجربة جديدة من نوعها للزميل العزيز احمد عمار. هتتبسطوا لانه علينا ادوار كبيرة جدا جدا في تقديم اعلام رياضي محترم، فهتسمعوا بكرة معلق فرز اول احمد عمار ان شاء الله باذن الله في مباراه الثالث والرابع، مباراه الزمالك، مباراه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. اما الاستوديو التحليلي للنهائي الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي فخليه في مفاجاته بضيوفه في يومها، انما التعليق الصوتي سيكون للمتميز الممتع جدا جدا فارس عوض، فارس اللي سرق قلوب الناس، فارس دخل قلوب الناس وفرش بالعرض بسم الله ما شاء الله عليه، ومنذ يعني وجوده معانا في ام بي سي مصر وهو يعني بيحقق نجاحات كبيره جدا جدا جدا، وصل الى قلوب الجميع، ممتع، محايد، لغه سليمه، ويا سلام ان شاء الله باذن الله فارس عوض هيكون موجود مع حضراتكم بكره على شاشه ام بي سي مصر وشاشه ام بي سي مصر 2. الاستوديو التحليلي ان شاء الله تستمتعوا فيه بنجومنا الكبار التقال قوي بتوع الكوره اللي بيتكلموا في الكوره، احنا بنتكلم في الكوره يعني اكتر حاجه بنحبها. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي كلام مهم جدا اتقال النهارده واسئله تعالوا نحللها ونشوف اجاباتها كانت عامله ازاي، نتابع مع حضراتكم. Wie war die Vorbereitung für das Spiel morgen gegen Semerik im Finale? التحضير لماتش الزمالك في الفاينل بكره ان احنا ما كانش عندنا وقت كتير للتحضير ده لان كان ماتش سيراميكا الفتره اللي بينه وبين ماتش الزمالك مش فتره كبيره، ولكن احنا مستعدين وفتره التحضير شايفين انها فتره كويسه. اكيد طبعا احنا زي ما الكوتش قال احنا من بعد الماتش اللي فات بنحضر للماتش بشكل كويس زي امبارح والنهارده ان شاء الله في التمرين. اكيد احنا عارفين قيمه المباراه مع نادي الزمالك، بتبقى ماتشات بتبقى لوحدها مختلفه عن اي ماتش تاني، واللعيبه كلها محضره للماتش بشكل كويس وربنا يوفقنا ان شاء الله ونرجع بالكاس. احنا في بدايه الموسم لسه، وانا ارجو ان الحساب يكون في نهايه الموسم مش في بدايته. احنا لعبنا ضد الزمالك تعادلنا 1-1 وخسرنا بضربات الجزاء. المكسب الرياضه طبعا مكسب وخساره، وكل اللي بيلعب في الرياضه عارف الكلام ده كويس، ان انت ممكن يجي لك ماتش وتخسر فيه بضربات الجزاء. احنا عندنا في الاهلي مطلوب مننا ان احنا نكسب كل ماتش، وده طبعا احنا كل جهدنا ان احنا نسعد جماهيرنا بالفوز بكل ماتش، ولكن في ايام بيكون الحظ معانا فيها وبتخسر فيها بضربات الجزاء. على العموم اللي حصل حصل، لازم نتقبل الوضع زي ما هو عليه الوضع الحالي، واحنا بدانا نبص لقدام، وانا مقتنع تماما ان احنا جاهزين لماتش بكره ان احنا نكسب بكره الكاس. اكيد المباراه بتبقى مع اي مع نادي الزمالك بالاخص بتبقى مباراه صعبه، بس بالنسبه لنا في النادي الاهلي احنا خلاص الماتش خلص، احنا بننساه، احنا بنفكر في المباراه اللي بعدها على طول. احنا دلوقتي كنا احنا بنفكر في ماتش سيراميكا، وماتش سيراميكا خلص، عندنا دلوقتي مباراه قويه جدا مع نادي الزمالك على السوبر المصري. احنا بالنسبه لنا احنا بننسى اللي فات، احنا على طول بنبص الخطوه اللي قدام، واحنا دلوقتي مركزين بشكل كويس جدا. احنا بندي لكل فرقه احترامها، وبندي للزمالك احترام طبعا المباراه، واكيد بالنسبه لنا احنا عايزين ناخد البطوله، واللي حصل حصل وده كان ماضي، احنا دلوقتي خلاص نبص لقدام. Bin ich überzeugt, dass wir morgen bereit sein werden und alles auf den Platz bringen, um dieses Spiel für uns erfolgreich zu gestalten. أنا كمدرب وقبل كده كنت لاعب، كنت بلعب دايما على المكسب وعاوز أكسب كل ماتش. كنت أنا كابتن فريقي كلاعب زي الشناوي دلوقتي، وكان هدفي في كل ماتش إن أنا أكسب مع فريقي البطولات وكل ماتش أكسبه. كنت بحارب وأنا كلاعب من أول صفارة الحكم لغاية ما يصفر ان الماتش خلص. وانت كلاعب طبعا عندك ميزه ان انت ممكن تخلص الماتش بكوره. دلوقتي انا كمدرب ما عنديش الحاجه دي، ولكن انا بحضر لعيبتي كويس، بحضرهم كفريق
وعارف وهم عارفين كويس ان انت هتكسب بس لما تلعب كمجموعه. اللعب الفردي هيبعدنا خالص عن هدفنا ومش هنكسب بالطريقه دي. السؤال ليه ولا هو مش عارف كوتش زينن دينكتر من الدوسنتين. يعني بصراحة الراجل بيستغرب، وهو بيستغرب انت عرفت الكلام ده منين؟ انت عندك يعني في حاجات في ايدك، لقطات للناس اللي انت الاسماء اللعيبه اللي انت قلت عليها واتكلمت عليها بشكل سيء دي، عندك حاجات واثباتات ان هم محتاجين بالفعل طبيب نفسي ولا اي كلام وخلاص؟ احنا عندنا ماتش على فكره، احنا مش جايين احنا نحل مشاكل ولا نتكلم في مشاكل، احنا عندنا ماتش، هنتكلم في ماتش الزمالك تمام، واللعيبه كلها عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفين نظام النادي الاهلي كويس جدا، مفيش حد بيطلع بره النص. Hoffe wir können das alle zusammen morgen zeigen. زي ما انت قلت بالظبط، الحمد لله وسام هو هداف الدوري وطاهر جاب جونين في الماتش اللي فات. انا كمدرب ما عنديش يعني كمدرب عند ده احسن موقف تكون فيه، ان الاثنين المهاجمين بتوعك في حاله حلوه وبيجيبوا جوان، وده بيديهم طبعا ثقه كبيره، ودي الثقه دي احنا محتاجينها. الثقه دي كمان بتساعد باقي الفريق ان هم ترفع ثقتهم كفريق، بترفع الثقه بصفه عامه في الفريق، واحنا نتمنى ان الثقه تطلع تيجي من وسام ومن طاهر. هو السؤال اللي الراجل اتساله بيقول له فيه الصحفي بيساله بيقول له هو مستر كولر هل انت استعديت جبت طبيب نفسي علشان في لعيبه صغيره زي امام زي كهربا ممكن ما تكونش جاهزه من الناحيه النفسيه، مش عارفه قيمه النادي الاهلي، مش زي لعيبه كبار عندهم الفكره والخبره بتاعه الاهلي اللي هو زي الشناوي وعمرو السوليه وكذا. فكولر رد عليه قال له انت يعني انت عندك حاجه على اللعيبه دي عشان خاطر يعني في شفت حاجه عليهم، في حاجه معينه بتخليك تقول ان هم اللعيبه دي محتاجه طبيب نفسي؟ الراجل استغرب جندهش يعني. ثم رد محمد الشناوي قال يا جماعه احنا في ايه، دي لعيبه كوره ولعيبه كبيره واحنا عارفين كويس احنا النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي ايه يا جماعه؟ تعال نسمع تاني كده عشان نشوف ونحلل السؤال والاجابه. السؤال ليه ولا هو مش عارف كوتش زينن دينكتر من الدوسنتين. يعني بصراحة الراجل بيستغرب، وهو بيستغرب انت عرفت الكلام ده منين؟ انت عندك يعني في حاجات في ايدك، لقطات للناس اللي انت الاسماء اللعيبه اللي انت قلت عليها واتكلمت عليها بشكل سيء دي، عندك حاجات واثباتات ان هم محتاجين بالفعل طبيب نفسي ولا اي كلام وخلاص؟ احنا عندنا ماتش على فكره، احنا مش جايين احنا نحل مشاكل ولا نتكلم في مشاكل، احنا عندنا ماتش، هنتكلم في ماتش الزمالك تمام، واللعيبه كلها عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفين نظام النادي الاهلي. مشكله كبيره عندنا فكره طرح السؤال. يعني انا اتخيل انه الراجل عنده حسن نوايا في ان هو عايز يقول لكولر يعني انت عندك معد نفسي وطبيب نفسي بيجهز الفرقه يحضرها معنويا. انا هفهم السؤال كده، يعني انا هفهم ان هو عنده النيه دي، هل عندك معد نفسي يجهزه من الناحيه النفسيه؟ طب ايه المقصود بالناحيه النفسيه؟ يعني دوافع الامور اللي شبه كده، بيقعد معاهم يتكلم معاهم، ده اللي احنا نعرفه يعني. ده السؤال بديهي سهل يعني، اذا اتسال بالصيغه دي بالشكل ده مبروك الاجابه هتبقى مناسبه جدا. فكره استعانه بطبيب نفسي عشان تعرف قيمه النادي الاهلي، وانا عشان اعرف قيمه النادي الاهلي استعين بطبيب نفسي؟ فالراجل جاله ايرور 404 فمش فاهم منين بيودي على ايه، منين بيودي على فين، فبدا يحس انه في حاجه. خد بالك انه الوضع اصلا مكهرب، ماتشات كلها مكهربه، لذلك الشناوي لا. واحد مثلا ممكن يقول لك ايه، طب ما هو كولر راسله، طب والشناوي؟ ما هو الشناوي ده كابتن الفرقه، رغم ان السؤال لما اتطرح ثبت فيه الشناوي، يعني السؤال هو لكن في ناس عندها خبرات كبيره زي الشناوي، فالمفروض ان انا اتثبت يعني كده. فبرضه الشناوي قال له يا جماعه احنا انتوا يا جماعه بتكلمونا في ايه يا جماعه؟ في بكره ماتش يا جماعه، في اسالني في الماتش، اسالني في الماتش، قول لي بقى يعني اعمل ايه انا بكره، انت هتعمل ايه بكره، جاهز ازاي، الاستعدادات النفسيه، الحاجات اللي شبه كده. فحتى كمان الراجل وقف بعديها مع الشناوي واتكلم معاه، حاول يفهمه، فقال له انت برضه بتقول لي ايه، ما هو ما عندناش لعيبه صغيره، انت اللي انت بتتكلم عليهم ده مين يعني؟ ما هو انت بتتكلم مني في برضه في كهرباء وامام عاشور، ما مش نغه برضه العيال دي، مش عيال صغيره، دي لعيبه كبيره فعلا يعني،
دي لعيبه دوليه ولاعيبه منتخبات، ومفيش حد هيبقى مش فاهم قيمه النادي الاهلي بيلعب في النادي الاهلي. يعني مش محتاج دكتور عشان انا ابقى فاهم قيمه النادي. اذا كان انا راجل ما ما ما, ما يعني راجل اعلامي وعارف قيمه النادي الاهلي، لو جبت اي حد في الشارع عارف قيمه يا راجل. اذا كان الناس، بص الناس دي كلها على بعضها اللي موجوده في ورانا في ارض الملعب بتستعد وجاهزه دي عشان عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه قيمه نادي الزمالك وها. فانت بتكلمني في ايه برضو يعني؟ فالراجل هيقول له كده، هيقول له انت بتكلمني في ايه يا عم، ما كل الناس دي عارفه قيمه النادي الاهلي وكل الناس دي عارفه قيمه نادي الزمالك. فطبعا غريبه جدا يعني. ما علينا من كل ده، انا بس ببقى دايما واقف قدام الاسئله دي لان